لا 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 مو كذا قطع قطع راسي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ عساكم طيبين، ونكمل معاكم تختيم لعبه ريزنت ايفل 4 بمود الكابوس ساكرفايس سكيب. الان راح نبدا بالشابتر الرابع. طبعا الشابتر الرابع معروف انه صعب، صعب باللعبه الاصليه، مباركم باللعبه بالمود. لا تنسى اللايك، كل مشترك في القناه يشترك، لا تنسى تجيب لك شيء تاكله او تشربه عشان نغوص في ارجاء اللعبه، لاني ادري ان هذا الشابتر راح تصير اشياء غريبه. وابريسا منتظرني زي ما انتم شايفين، والحيوان رامي مفتاح هنا، مفتاح رامي هنا. ابريسا ابريسا، طيب اوه نسيت صح الاغراض، نسيت ما عندي والله الاسلحه ما خذيتها، الشدقن والرشاش، عندي السنايبر وفرد. وبصير فيها ابريسا ابريسا والله. تحول تحول وخلصني. وش في غيرك يا قوتها هذه كيف توصل؟ اي والله فيه بيكاريميو انقلع هناك باقي الغالي ده. لا مسكين، شوف 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 كيف مسكت الشارع اللي هي، شوفوا مشكلة والله العيد مسكني الحيوان ذا. سلامات. ايوه القم القم، الله ياخذك يا كلب الليل. وش البلاقة ذي؟ ما ابغاهم يدمجون السلق ذولا. سلامات. يلا اقول بتوصل هناك. يلا القم. وين بكاريني؟ هذا ما يبغى الا شدقن، ما يبغى الا شدقن. سكين. كيف حالك يا مزنة؟ انقلع يا كامينال. قولي والله. يلا موت. بعد سكين سكين سكين، عطى سكين عطى سكين. هذا يا رصاصك. تسمعوا الكلاب؟ يعني ايش يا كلاب؟ ما تبغانا نصور ليش؟ تعال المفاتيح اكيد انها مغيرة اماكنها، ما هي بنفس اماكنها. شيء مؤكد ما يحتاج. تلقى رامي اماكنها. اللي هي القطعتين الروس حق القلعة. اكيد انا مو مودي. اصبر اصبر في شيء وراي. ها؟ اتس ذا ليك. اي خلنا خريطة ما يحتاج. حلو. هذا ياقوت. طيب. وهذه البيضة. عمرها سهل. التحديات ذي بيضة والسمكة. كلها أماكنها معروفة. بس السبنل اللي يكون مغير أماكنها. مو سبنل، إي سبنل، الميدالية الزرق. طبعا دقيقة دقيقة. الشابتر هذا أفضل شابتر بالنسبة لي. كله لوت. كله سمك المكان ذا. فعشان كذا. مساحة فل يا الربع. تدري بروح اسلم على التاجر نشوف ايش عنده، يمكن فكوا لي مساحه. بس قبل اطلع عند التاجر في الدولاب اللي هنا استخدم عليه المفتاح. شفتوا كيف؟ حلو. طيب. طيب خلصت. طيب. ما عنده مساحه. طيب. ايضا. ايوه صح. انتم نصحتوني اني اوفر سبنل. واخذ الكيلر كيلر 7. شكلي والله بجمع له صدق، ما تدري ايش قدامنا بعدين. باقي تونا البداية، قدام القلعة، قدام الجزيرة، ما تدري ايش مخبي فيها. فشكلي بجمع والله، ببدا اجمع السبينر، ما راح اصرف شيء عشان اخذ الكيلر 7. بس البلشة الحين في الاغراض اللي معي، ايش اسوي؟ اغراضي واجدة. مشكلة البارود عندي، شوفوا ماسك اماكن بس ما عندي بارود. نلقى ان شاء الله قدام بارود، صح؟ ان شاء الله نلقى قدام. خلاص انا نزلت السنايبر والدربي حطيتها في الالتا. شوفوا هذه السمكة عليها تحدي. بسم الله. وهذه بعد سمكة قاروص صغيرة متقرصة. لا ضيعت الطلقة.
ايوه يا سلام. طيب خذ السمكه. السمكه الثانيه ما عندها مكان صح؟ لا 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 مكان، لا مكان، لا مكان. يا سلام. طيب خلينا نروح القارب نشوف ايش داخل الصندوق. في اللعبه العاديه حاط لك الريد نايت، صراحه انا مفضل الريد نايت، انا افضل البنشر. البنشر مع ليزر اوف ربي، يصير سلاح اسطوري. اوكي ريد نايت ما غيره. طب اجل وده مستعده. اوكي خلاص انا متوجه للقطعه. عادي ان شاء الله ان القطعه مكانها ما غيرها، ان شاء الله ان مكانها. اوكي ما هي موجوده، شو الراس ما هو موجود. حلو. طيب الراس وينه؟ لا تقول لي بس انه مو حاطه هنا. تجلطني والله. حاط لي سكين. وش لي راس مجدف مكتسب؟ انا ما خذيت اصلا الراس. سوقوها، ما خذيت الراس. عاد الحين دول الراس. دول. ممكن هنا. لا والله ما في شيء. اجل خلني اطلع من المكان ذا. ايوه بنزل اخذ البيضة اللي هنا حق التحدي ولوت المكان. حلو حاطين مفتاح. طيب وين البيضة؟ الو بيضة؟ اما شال البيضة بعد. والله البيضة مو موجودة تصدقوا، حيوان غير اماكن كل شيء. البيضة طيب وينها يا هو؟ ممكن مع واحدة من الدجاج. شوف او ذي ممكن وقف فيها دجاجة. ما في بيض. الله انه شقلب ام الدنيا. انا جيت المكان ذا ابغى اشوف هذا الراس موجود هنا. ومنها ناخذ اللوت. وفيه شلة هنا شوف. لا تحارش الشوارع. تعال براسك، تعال راس براس. المحارشة هذه ما هي بحركات رجال. كلب كلب، اسمع صوت كلب. اي والله نسمع صوته. تاكلني يا ويلي ويلي. اوكي هاي اللي هي خلاص السلوقي، بس اهم شيء السلوقي. وين السلوقي؟ ارجع رايح بيني يا مزنة. اصبر شوي. فك فك يا حيوان. طيب اوكي عطنا بيض وراح استخدم بعد الفلاشة. عطهم فلاشة. القم. ابغى اقتل الكلب، ابغى اقتل الكلب، ابغى اقتل الكلب. هو اللي مصيبه. انا ايش فيني ارتبكت. طيب خلني هي البيضه بعد الثانيه. والله استعان يا حيوان اطرقت. اوه الحمد لله اتحول بعد. اوه سات كروس بو. اي اي ما عندي، ما عندي بلقم صح. بلقم هي 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 عيال وش عندي؟ بسم الله. القم. وين الكلب؟ يا كلب. القم يا حيوان. يا حيوان. تلقم يعني تلقم. طيب. خلنا ناخذ اللوت اللي هنا، بس قبل شوفوا. ايوه. مفتاح هذا ما نسيته هذا الدولاب. ابدا ما نسيت. سبيكة ذهبية حلو. تعال اذكر في شيء تحت، في خاتم. اي موجود عند لويس. يا سلام خليت الخاتم. ما ادري ايش فيني كذا مضيع. افكر وين ممكن حاط الراس. وين حاط؟ ممكن حاطه هنا. خلينا ندخل نشوف. تعرف فين مكان الراس؟ ها؟ اوه اخيرا اعطاني 3 بارود، صار عندي 5 بارود. من بداية اللعبة صار عندي 5 بارود. هنا يا سلام.
صح انا تذكرت نفس المكان الاول، صح نفس المكان الاول حق المدري طاف. اتوقع انه هنا والله، كان ناسي اكيد في شله جايه. ايوه بالضبط، شوفوا في شله جايه. تدخل انت، تعال 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 تقعد تتمشى عند الباب. مشكلة الطريق ما يوصل، عرفت سباب قوة؟ لا لا خلاص ارجع 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 ابغى ارجع. اوه تحول الكلب، يبغى يلزخني يبغى يلزخني من ورا الباب الكلب. انقلع ويرجع بعد ورا. اهم شيء انك تقعد كذا في منطقة الآمنة، عرفته؟ ان الكلب ما يقدر يوصلك هنا. اوه اي بايسو، ما ابي علي اي بايسو، توكل على. طب كم عندنا سلوكي؟ يتحول؟ اي والله ما تحول، يتنافق. اعوذ بالله، قشع خوي الميت. انقلع. طيب سلوقي يا سلوقي، ثلاثة سلوقي ولا ابغى قنبلة بس ابغى افلشهم قبل. طيب اتوقع تضبط، لكن جرب. اوف لو يمسكني ذا الكبير. تكفى الحمد لله مات واحد. خذ لكم واحدة. ايوه موت 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 موت. اما تحول ثاني اصبر. خلني باخذ سمكة ولا بدري عليها؟ خلني اخذ سمكة، ما ابغى اندم. ما انسكب يا الله. انا مشكلتي وضعي مزري، وضعي مرة مزري. جاي مكان الوسخ ذا وش قاعد اقول؟ بال شو اسمه؟ بالفرد بس. اقدر ارمي مثلا قنبلة بسرعة. حد مات اصلا؟ ما في احد، لا الا واحد بس مات. اينيستا اينيستا القم. تحولوا. لا 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 مو كذا، قطع قطع راسي. والله انها مرة صعبة، والله وضع مرة صعب. الفرد القم القم القم. موت موت موت. طيب اتحول. لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. لا 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 دخل 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 ذا اللي طلع. يو كابينال القم يا كابينال، واعطيهم قنبلة بعد. قنبلة هنا بسرعة، وارجع ورا وتهيل. اوكي تعطي هذا طلقة هيد شوت. يا سلام، باقي باقي ما خلصنا، توم يتحول اصلا. اعطيهم بعد قنبلة يستاهلون الشباب. الحمد لله. الكلب اهم شيء، الكلب الكلب يموت. الكلب وين مات؟ اي فريم. يا سلام يا كلب يا كلب يا حيوان. هي 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 وقت السمك والله. طيب باقي باقي سلوكي واحد. القم يبغى ينحاش، يبغى ينحاش. خلص رصاص مات. وات يا كلب خلاص خلص. شو صرنا؟ ما عندي الا خمس بارود، بارود نادر في اللعبة دي. صنع فرد. اصبر اصبر قبل لا صنع، اشوف في شيء. ما في شيء. طيب اصبر يا سلوقي، ادخل داخل. السلام. طيب خلينا نصنع، شكرا الله. ما عندي ولا طلق.
والله طلقة اعطوني 15 زين والله عشان الشنطة. وين السلوقي يا سلوقي؟ سلوقي سلوقي الله يلعن وجهك يا الله يلعن. طب انا ببدأ اتبع استراتيجية. طيب اطلع فوق السلم. تعال تعال اطلع. حياك الله حياك الله. وانت تفضل تفضل في مكان للكل. عاد في حد بيطلع يجي يعني يوم انك تسوي كذا حسبالك ما بجيبك يعني مثلا توخر من الطلقة. طيب جمعوا كلكم بعد بعد ابغى الكلاب. لا لا انت مرة خطير اصبر. يعني تراك تنزل تحت ما تبغى. طيب ما في مشكلة ما في مشكلة يلا انقلع. يو كابينال انقلع تحت وخر راسك انت. شو في ذا طاح يا وات شوفوا الجثة كيف تتنافر. طيب يا سلام السلوقيين كلهم متجمعين هناك. الله يجمعكم على خير ان شاء الله. الله يجمعكم على خير. ما ماتوا لازم صح؟ ماتوا كلهم. يا هذه المرة وفرت رصاص استراتيجية. انحس انحس اول ما سمعوني جاي. طيب اراكم واحد واحد تدري ايش؟ تعالوا 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 يا رمي. بس انا ابغى اصيد واحد منكم. خذ لك بيضه لا اطعنه. خلصنا كذا من ابوك طعنك بسكين. باقي 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 السلوقي. مشكلة ما عندي سكين. موت 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 موت. انت هيلك هيل بوس. موت حال يد هي كم هيلك؟ هيلك 5000. هيلك 5000 يا الربع. 5000 هيلك. اقوى سلوك قابلته في اي لعبه. اقوى من الكلاب حق العاب السود. هيلك 5000 هيل بوس مع القطعه. حاط مع القطعة حقت اللغز. والله الوضع الرصاصي سيء مرة مرة سيء. طيب الآن بروح أحل اللغز أشوف إيش داخل. ممكن حاط الرأس هنا. بس أولا صيد سمك. شفت المكان ذا؟ عرفت اللغز اللي هنا؟ ممكن حاط داخله الرأس. اوه بس باقي قطعتين صح؟ ان شاء الله السمك كثير. اللهم زد وبارك. اللهم زد وبارك. خلاص سمكتين تكفي صح؟ انا اتوقع مالها. اصبر في سمكة غريبة هنا. اوه ذي كبيرة ذي. ما لها مكان والله. ولا؟ الا والله لها مكان حلو. طيب خلنا ندمج الاشياء ذي. مثلا ندمج هذا مع هذا. السلام. حلو ما عليكم السمك اللي ورا ما بخليه برجع لا تخافوا. طيب انا رجعت عند التاجر. ابغى ابيع له السمكه. وين السمكه؟ ايوه انا ماسكه مكان. بيع له بعد دفعه. اصبر دفعه كم باقي له؟ اوكي هذا اخر حفله. حلو. طيب كم عندي؟ 35 سبنر. حلو كير 7 ب 50. خلاص خلاص. طيب الان لازم اني اخذ السنايبر مره ضروري او شتقن. بس شتقن ما له مكان عشان كذا باخذ السنايبر. خذ معها الدربي. طيب شوفوا قبل اروح المكان ذا خليني اروح قدام اشوف وش فيه. وش حاطه في المكان ذا؟ ممكن حاطه هنا مفتاح او ما تدرون.
هو اصلا ذا يبغى له مفتاح، المفتاح مو عندي. حاط المفتاح انا شوف. حلو. طيب هنا وش فيه؟ وش فيه دمكت؟ اوه ما في مكان. لا 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 كذا مرة خطير. اصبر اصبر، لازم ناخذ ذاهب، لازم وسكين بعد. طيب وش الحل؟ والله شكل نهايتها فرد يا الربع، وصلنا للفرد. السكين مرة مهمة، مرة مهمة السكين. الآن بنروح آخر مكان، آخر مكان، وأكيد إن القطعة الثانية بتكون هنا، والبيضة، لأن في بيضة، ما هي موجودة بيضة ترى، شوف التحدي ذا، وين البيضة؟ هذه، ما لقيتها في نفس المكان، وين حاط؟ اسمعوا أصواتهم. أي نيستا. ويفز كورير انت الكورير يا كابينال يا ك اوه ما له مكان. خله ما مشكلة بيتحول. اي والله انه بيتحول. اقرر شغل يا عمري ولا ادري. انت انت كذا احذف احذف ثاني. ايوه يا سلام عليك. عطني بالله واحدة ثانية تكفى. لا ارجع ارجع عند خوية. احذف انا. اوف مو صح خويه والله. ايوه لا 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 ما تقرب للدرجه دي. ما في مكان. طيب كل شوي يطلب مني كان. انسى الموضوع. اي باسو تكاله بس. اطلع اطلع اشوفك. اطلع اطلع يا رجال. انت ايش فيك مستر؟ لا يطبخني. ايوه بس اشوف اللي بدك. يا سلام انحرق وانفجر. وش البوكس ده يا كلب؟ طيب في لوت هنا. اصبر لازم ناخذه. وش نسوي يعني؟ وش ناخذ مثلا؟ انا دي ماسكه اماكن والله. موارد كاف ماسكه مكان. شوف الثنتين ذي والله ما احذفها. سلامات. السمك عندي واجد. باخذ مثلا افعى. افعى وتقدر تاخذ اللوت اللي هنا. خلاص يا سلام. بس البارود، البارود يا الربع نادر مره. البارود نادر. طول اللعبه حصلت 5 بارود. ما ادري هذا ذا شيء طبيعي. لا ترمي لا ترمي. خلها بيدك. ايوه في احد من ورايس. ايوه انطبخ شويه على بال ما نتفاهم مع الرجال اللي هنا. مات. مات الحمار. انزل يا ولد. لا تطلع لا تطلع خليك تحت. اوه خوي اثنين منك انت تتشابه يا عيال. تو ما انتو مره تتشابه يا ولد. انزل اقول لك. لا تطلع. طلع ما في. ما تسمع كلام انت. انزل تحول. اثنين تحول صح؟ طيب جاكم اثنين تستاهلوا يا شباب. الله قطلق عليها من فوق وخلص رصاص. عندي 22 طلقة بس. شغل شغل. ايش فيك انك تشغل؟ شغل يا شباب. ما راح اسوي لك شيء. يلا شغل. سكتها عليك يا حمار. حلو فكيته. طيب. ما في شيء حتى يدخل الراس. ما حط له حتى سكين ولا طلق فرد. ولا قنبلة ولا أي شيء. نشافي كذا معطيني إياه. الله ياخذك يا كلب. معناته تحت. دقيقة لا يكون نفس المكان الأول. هلا والله أبو سؤال. مساك الله بالخير. وش في أيمك خرا طيب؟ أيوه المكان الأول كان هنا شوفوا. كان في المكان ذا. نفس مكانها. ما غير اماكن القطع حق المود ذا. اينيستا. لا 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 تحذف. حرق نفسه اخوي الحمار. والله انك والله انك حمار. والله انكم حمير. الله لا يبلانا بس. اقرب له وين؟ والله قربها. لا لا يا قرب له.
اصبر افتح الاختصار احرقني اللعين. فك الاختصار بسرعة. ايوه طيب. خذلك واحدة وانت واحدة وانت هيتشت. ما اللي بيتحول هذا؟ والله اني ما طعنك بالسكين، ما عندنا سكين واحد وانا رايح عليك. خلاص جبنا الراسين، الراسين جبناها، بس اللي باقي حق اللغز اللي هناك. طيب انت خذ لك واحد حلو، وفي الكف الايمن خذ لك واحد. يا سلام، هذا شعار الكنيسة جبناه، ودقت هنيق النشبة. طيب الان راح نتوجه للكنيسة وبنواجه الغول. ترى ما نسيت منها، ما عليكم، اللي هي اللغز اللي هنا حق الاشكال ما نسيت منه، وبعد اللي هنا ما نسيت منه برجع لها، لاني اكيد القطعتين ذي اللي ناقصتني من قدام عرفتوا، من بعد الغول او عند الغول، فاذا جبتها راح ارجع. بس الان نكمل طريقنا، نقص طريقنا نحو الغول متوجهين الى الكنيسه لانقاذ الخبله اشلي. السلام عليكم. ما عندك ولا شيء حرفيا، بس اقدر اني اسوي ايش؟ اقدر اني اطور. Knife needs care every once in a while. طور ايش؟ طب كل شيء عندي فل. والله شوف اللوت عندي زين الصراحة، بس مشكلتي في المساحة، مساحة مرة زي الخرا. شوفوا كيف. طيب خلنا سيف هنا، راح نتوجه بالسنايبر والفرد ونقتل غول ان شاء الله نقدر عليه. نقدر، لا عندي قنابل 4 حبات، فان شاء الله ان الامور تكون كويسة نوعا ما. وش داخل الله؟ شوفوا حاط واحدة من القطعان. دقيقة، تدرون ايش شكلي؟ برجع واخذ ال ها وشو ذا؟ اوه نسيت موارد، ما لها مكان اصلا. ما علينا، برجع اخذ الكنز اللي هنا. شوفوا ممكن احط القطعة الاخيرة اللي تو خذيت منها الثانية هناك. ابغى اشوف ايش داخل اللغز، عرفتوا؟ بشوف برجع لكم. والله ما فيها الا الضعوي. طيب اذا القطعة الاخيرة ما فينا، القطعة الاخيرة زي ما قلت لكم يمكن بعد الغول. طيب انا راح نواجه الغول. اوه حاط معها سملك. شوف اي والله انه حاط معك كلابين، حاط معها يبايسو واثنين كلاب، اثنين كلاب. يا الله يا الله. طيب اصبر شوي وحاط مع كم عدد السبرعان ذولا؟ هيل يا حيوان، انا بكتب السلوبي قاعد يتمغط علي الحيوان. يا سلوبي يا سلوبي الله ياخذك يا اخي. يقهر يقهر. ايوه موت 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 موت. لا 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 لا, لا. مسكني، ما عندي سكين، فغصني اقطع اكرسي. تدرون ايش؟ اقدر اقتلهم قبل لا ادفع عليه، تصدقوا؟ اقدر اقتل الحيوانات ذولا قبل لا ادفع عليه. تعال 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 تعال. نزل نزل. تخيل. تعال تعال. شيء حلو. دام نقدر اتفاهم معكم الحين ما لازم ادخل. والله يا كلب وانت القم القم مكانك، لا تنحاش لا تنحاش على الواجهة زي الناس، لا تنحاش يا ابلع. وينغ وينغ. كم هي لعبة شو؟ والله اعطاني 5 بارود اخيرا اخيرا لقيت بارود. بسرعة بسرعة بسرعة. نزل 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 البيت نزل البيت نزل البيت. حركات هذه مو حلوة. خلاص انا اطلع الشيء الحلو هذا اللي ورا ظهرك. شوفه وش وين رايح؟ اعطوني منظار تصويب يا الربع، منظار تصويب من واحد من الكلاب.
يعني يعطيك ايتمات بعد، يعطيك ايتمات. لا يخبزني بالبيت، يعطيك ايتمات من عند الاداء صدقوا. هلا والله ما كنا بدري ياك الله. شوف كم هيله والله والله قمشته عادي. ايه انزل اعطيه وحده كذا وبعدين تعطيه اكس تطلع قط 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 قط. افا طعنا واحده بس انكسرت السكين. اقضم رجله. طلع هذا الشيء الوسخ اللي وراك شوف. اذا سوى الحركه ذي يعرف نهايته قطعه ان شاء الله. ما ادري نهايتك على يدي، نهايتك على يدي. لا تحق لا تحق لا تهبها بمين يسار ما في بطول. تهبها بمين يسار مو على الحركات دي. اوه يكنس وضعية التكنيس. يا ربي يا ربي يا ربي ما يمسكني، يا ربي ما يمسكني. سكي سكي اطعمه اطعمه كفو. هيل 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 هيل. شوف البلاك هذي اهدى شوي يا ورق. خل عنا البوم باقي لك انت. اوه التكنيس التكنيس. هي اطلع. كم باقي لك وتموت انت يا حيوان؟ ايوه داخ داخ. ما عندي سكين مشكله. ممكن تعشق بسرعه يا ليون. الله ياخذك يا ليون، الله ياخذك يا ليون. يا الربع هذا هي لها اختفى ما عنده هي. انت كيف عايش؟ القم انت كيف عايش؟ كيف فمه؟ الله ياخذ بالوجه. بس والله ذبحته من ثاني دخله. شيء حلو. طيب خلنا نلوت المكان لان الاكواخ هذه فيها لوت دسم. حسب بالكم اني نسيت منها ما نسيت. شوف اللي انا اقول لكم عليها اللي هي الموارد ما نسيتها. خلاص اغراض الحين صارت مضبوطه. الله يعطيك العافيه. ثانكس بود. جم الله حالك ما تقصر. بس ليش عندك هيل؟ اوف هيله واحد. شوفوا هيله كم؟ واحد. اوه السلوقي ذا السلوقي المفترس بعدين. النوع الخطير اللي معاه بلاقه. ركب الكنيسه. الكنيسه ركب مفتاح الكنيسه. ركب الكنيسه بكبرها يا ابراهيم. شوفوا ايش حاط الكلب. حط ذي النسخة المطورة منهم. حاط اللعين ذا الفل. اللعين ذا البنفسجي. اوه خبص يا ساتر. الحمد لله اني اعطيته بيري. خلاص طير يا قوتك يا قوتك يا كلب. ما تبطيع انت. ما يبغى يطيح. اللشطة. بيري. ايوه هذا الاول. روح باقي الثاني. الحمد لله. يا ابني طيح. الله يوفقك. عندي فلاش. ما عندي. كيف الحل؟ ما تقدر تجي هنا يا مسكين. ما تقدر تجي بس ها؟ طيعة الطلقة. ما تقدر. اي والله ما يقدر شكله. قلتش. ايكم. ارجع ورا يا ولد. دريش عطى السنايبر. يلا انقلع. يلا. يلا الله ياخذك. لا لا انت خليك خليك مكانك ثابت. خليك مكانك. ارجع ورا. عطى السنايبر وخلاص. وش التقطيع ذي؟ صار تقطيع رهيب. ما ادري شو السالفة.
طيب وين خويك؟ خويك وينه؟ انت لحالك انت؟ انا مستغرب وين خويي الثاني هو اللي قوي. معقوله مو موجود؟ تيجي وين راح؟ غريبه والله وين اختفى ذا؟ والله انه غريب. رجعت انا بعد ما قتلني قبل شوي ما لقاه موجود. طيب لا تكون بعد القطعة الزرقاء مو موجودة، بس لا تكون مو مكانها. اعطاني مفتاح. اذا القطعة ما هي موجودة. نعم نعم ايها السادة، القطعة حقت اللغز مو موجودة، بس اعطاني مفتاح، مفتاح درج. حلو، خلنا نطلع برا نشوف الدرج. ايوه انا المفروض انه حاط له شيء. اوكي، اذا واضح ان الاشي زي ما انتم شايفين، يعني ان القطعة الزرقاء بتكون في اللغز، اللغز ذا حق القطعتين ذي. فاتوقع ان الخبيث حاط له شيء قدام. عرفتوا كيف؟ يعني لعبت المود الاول، وصلت المنطقة ذي، كان حاط لي سلوقي كبير كبير بيطلع من الدخلة ذي. شوفوا شوف الفتحة ذي بيطلع من هنا كبير، ما ادري هل هو حاطه ولا مو بحاطه، بس الان ما بنخرش اني عارف شيء واضح. هي اوكي، انا ايش غير مكانه؟ قولوا غير مكانه. هلا والله، حاط ابو منشار انا، حاط ابو منشار. اي فريم انا حاشو بس. لا 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 تفحط، لا تفحط، لا تفحط، لا تفحط. Out of the way. تفحط من That was not easy. الماس ما حط لي كلب، بس حط لي بمنشار. طيب خلونا نحل اللغز. زي ما قلت لكم القطعة داخل. كلبي يا كلبي يا ساكن قلبي، ارجع لنا يا كلبي كلبي وش زينك. اوكي خلينا نحل اللغز حق الكنيسة، نركب القطعة ونحله. حلو، ايه خلاص نظفنا المكان كامل، خلاص بنوقف هنا ناخذ الخبلة عاشلي. بس خليني اوريكم السكن، ولا نخلي الحلقة الجاية عاشلي، ولا انت بتشوف اصلا كذا ولا كذا؟ هو بيطلع في الكاتسين. طيب ايش الحل معنا؟ الحل يا صاحبي ايش؟ لازم نهير والله. لا لا ما لازم، بس اذا مستودع الدربيل اللي انا خذيته من ابو منشار، من ابو منشار من الكلاب. شوفوا ما ادري اذا يطلع سكن في كاتسين ولا لا يطلع، ما دام انه طالع سكن. افا بيطلع ان شاء الله عليك، بتشوف الحلقه الجايه.